روحي نسيم. بو راني فرحانه بزاف بزاف اليوم، اكيد التعب تاعي ما راحش باطل. بو ميداي دو رقم جديد، رقم بارالمبي جديد. نشكر كل الشعب الجزائري، نشكر الجاليه الجزائريه اللي موجوده هنا بباريس، اللي وقفت معنا وكانت سند لينا. كل ما يعطيكم الصحه. نشكر كل اللي ساندوني، سواء الرياضيين سواء الاتحاديه الوزاره، كل اللي وقفوا معنا. نقول لهم يعطيكم الصحة و 1 2 3 فيفا لاجيري. ميرسي ميرسي بوكو. نسيمة كاش كانت المنافسة؟ أكيد المنافسة ما كانتش سهلة، كان عندي منافسين قويين. حاولت أني نسيطر على الأعصاب، حاولت أني نكون في المستوى، نكون أن بون تكنيك، وكما كان الحال كنت أن بون تكنيك ورقم جيد وأنا فرحانة به. يعطيكم الصحة 1 2 3 فيفا لاجيري. واش يمثل لك هذا الرقم الجديد؟ أكيد فرحة كبيرة ليا، ما كنتش نتوقعوا. يعني حاولت أني نحطمو، مي الحمد لله حطمت رقم جديد بارالمبي. ويعطيكم الصحة ودايما فرحانين، ونستناونا إن شاء الله العشية برفع النشيد الوطني الجزائري في باريس. شكرا. ومازال نستناوك في رمي الجلالة؟ إن شاء الله إن شاء الله نحاول نكون في بوديوم إن شاء الله في رمي الجلالة. بالتوفيق إن شاء الله.